كابتن فتحي، سمعنا المواطنة المغربية التي قالت اعتمد على أبناء البلد، لديهم روح ربما القتالية، روح الدفاع عن الألوان الوطني. هل ربما تنقص هذه الروح لدى المحترفين في الخارج؟ كلام خطير ياسر، كلام ما نقبلوش بكل المواصفات، لأنه الموضوع مطروح بطريقة غلطة. شو معناها؟ معناها اللي يلعب في المغربي، اللي يلعب في المغرب مغربي، والمغربي اللي يلعب البرا نص مغربي، لأنه نجح. لا ما فما شيء فتحي، أنه فيه أنا 90% معاك، بس ما نفرقوش المواطن اللي في داخل بلد وخارج بلد، هو مغربي مغربي. ولكن هي نفهم شو تقول، معناها تقصد لأنه فما لاعبين مثلا المولد والمنشأ في أوروبا، المغرب، في هولندا، في فرنسا، وينتمي المغرب كان بالباسبور صراحة. لا هاني جاي وهاني جاي وعيسام، حتى تونس نفس الشيء، نفس الموضوع طرح في تونس في وقت ما، روجيل مع روجيل أومير، نفس الموضوع طرح في تونس في وقت ما. اللي لاحظوا بالنسبة لكرة القدم المغربية، الأغلبية متاع الملاعبية متاع كرة القدم المغربية اللي لعبوا في الوقود برزوا في البطولة المغربية ومشاوا لبرا. لا بالعكس فتحي، برشا اللي جايين هم اصلا يتكلم هولندي ويتكلم فرنسي، وفيهم بطبيعه الحال اللي مغاربه عايشين برا كما احنا عندنا توانسه من برا. ولكن وقت اللي يجي يعيشك وتقول له انت ناقص وطنيه، انت ناقص كذا، شكون اللي يرفع هالو الوطنيه؟ شكون اللي يشعروا بالوطنيه بالنشيد الوطني؟ المسؤولين كي يجيو كيفاش يستقبلوهم، كي يجيو يعلموهم النشيد الوطني. هما هذم الكل راهم دقاهم في العالم الكل الا في المغرب العربي نتاعنا. كي يجي لاعبي من برا تقريه بالعربي تقول له راهو هاو كذا هاو كذا، ما تعلموا. لا 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 في المغرب، لا لا احقاق الحق في المغرب. وزع ما عندكم تتناقضوا وزعلوا. هنكمل فكرتي، لا مش لا 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 يا كابتن ما تعطي فكره لابد انا نرد عليها. لما تعطي مشكلات نشيد هو احساس ليش قلت وحتى النشيد، وحتى النشيد عطاو لهم في اسطوانات مطبوعه، الاسطوانات الاسطوانات قاعدين نعرفوا فيها بيلزف القلب. الاسطوانه تو اللي عطاوها لهم هكا من عام 98 عاودوا فيها نتاع المغرب، من هزيمة الهزيمة الهزيمة، ولا متاع تونس ولا متاع الجزائر. اللي نحب نقوله إذن بالنسبة لي عايشك، ما نقسموش الفريق الوطني ما بين هذا وهذا. وبالتالي أنا ريتهم فما مشكلة متاع مجموعة، ما هيش مشكلة متاع أفراد. توك تفرجنا عصام البارح في المقابلة متاع المغرب، يا أخي ما جراوش، ما عرقوش، ما ضربوش، ما عملوش، ما فماش مجموعة، ما فماش فريق، كل واحد يلعب وحده. مش معناها قصر ما يعرفش الضرب وما يحسش على الضرب، مش مساله عادي عايشكم ليه ونغلط وقت. لا 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 معناها جاي معناها نلعب لا والطرح لا 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 والطرح ربما نقطه ثانيه خليني لانه نقطه هامه جبت عليها ليه نقطه هامه جبت عليها كيت السياسه كيت السياسه يستحيل ومعاك عصام يستحيل لا في تونس لا في الجزائر لا في المغرب لا في مصر لا باش يعملوا سياسه رياضيه. لانه اللي يشد الكرسي اليوم عنده نيابه معينه تاع 3 سنين، ما يفكرش في الغد، ما يفكرش اطلاقا في الغد. 3 سنين هذوكم يلزم باش يقولوا غدوه والله في عهد فلان هزينا الكاس، في عهد فلان. اخر شيء اخر شيء اخر شيء اخر شيء خوله خوله معلش كابتن بن يوسف كان يريد ان يعقب. نعطيك باس خاطر باش ندخل الجزائر في اطروحتي. أنا ما نعملش تفرقة بين الدول المغربية الثلاث، لكن توا اللاعبين اللي جبناهم نحن مثلا جابهم روجيل أومير في تونس، عادل الشادلي ما عادش في تونس، لكن يدخل في المجموعة هنا دور المؤثر، يدخل يولي كأنه معانا عايش من الصغرى في الحومة نتاعنا. نفس الشيء نشوف اللاعبين الجزائريين، نحكي على الروح ما نحكيش على مستوى. أنا عشت مع المغرب 2008 في غانا، لاعبين تحب قلقين يحبوا يروحوا، برشا مشاكل هذه. واحد هنا دور التأثير، دور الجامعة الملكية المغربية نسمع. أنهم تقرب الناس ويعيشوا أون جروب ويقربوهم، طيب. مش يجيوا كانوا سياحة 10 أيام واحد، احنا جبنا لاعبين مثل المغرب عنده كان الجواز التونسي، لكن بصراحة كيابت أنتم بيدوا تشوفوهم بدل الدين والتحدي، تقول يقتل روحه على يدخل في المنظومة. طيب كابتن